عشرات المحتجين فقط تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية للوصول إلى ساحة باردو قبالة البرلمان. حراك 14 من يونيو الذي ينسب نفسه إلى الرئيس قيس سعيد اتهم وزارة الداخلية بمنع الآلاف من مناصريه من الالتحاق بالاعتصام الذي يطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها ومحاكمة قادة حركة النهضة الإسلامية. وقع منعنا توا بالدخول لساحة باردو، فما قرار مجلس البلدي بباردو اصدر أنه يمنع التجمع بتعلة أنه فما الكوفيد. منعش إسكو الكوفيد يقف حد ساحة باردو وإلا لهنا ما فماش ريسك تاع كوفيد. إذن هذا قرار سياسي اللي معناه إرباك الاعتصام، ولكن الناس موجودة والناس قاعدة تجي. اليوم بداية ديكتاتورية إخوانية، اليوم قدامكم الشيء هذايا ما ينجم يعبر كان على وجود ديكتاتورية إخوانية على رأسها السيد راشد الغنوشي اللي هو رئيس زعيم حركة الإخوان وأصبحوا يسيطرون على كل مؤسسات الدولة. نطلبوا بحل البرلمان، محاسبة الفاسدين. اليوم البرلمان ريناه وراه شافوا الشعب التونسي كل ما عادش يمثلوا، يعني لهنا الفساد بعينه، وخاصة في الأيامات الأخرى. قرار جبهة الإنقاذ التي تتكون من عدد من الناشطين والمنظمات الشبابية الاحتكام إلى الشارع لحل البرلمان اصطدم بقرار السلطات منع التظاهر بدعوى أزمة كورونا، ما دفع قيادات الجبهة إلى الدعوة للعصيان المدني. نحن ندعو أبناء شعبنا الكريم إلى معناتها العصيان المدني ويتحمل رئيس الجمهورية في هذا. هذا قرار سلمي مدني أعلى رتب، نحن أناس سلميين ندعو شعبنا الكريم إلى العصيان المدني حتى تنفيذ قرارات بيانات جبهة الإنقاذ الوطني. معارضو حراك 14 من يونيو يتهمون قيادته باتباع أجندات خارجية تسعى لتعكير الوضع السياسي في البلاد، مؤكدين أن حل البرلمان لا يمر عبر الشارع. قطع النظر على شكون اللي مشارك في الاعتصام وعلى شكون اللي وراه ولا شكون اللي فيه، لكن راهو يبقى وسيلة ضغط لا أكثر لا أقل. والحل البرلمان راهو يعني ينجم يكون كان بالقوانين وإلا من تحت قبة البرلمان بالتشريعات وبال يعني بالبنود اللي يضمنها الدستور. مراقبون أشاروا إلى أن تصعيد الحراك المطالب بحل البرلمان هو انعكاس للخلاف الحاد بين الرئيس قيس سعيد من جهة وقيادة حركة النهضة وحلفائها من جهة أخرى، ما يؤشر للمزيد من توتر المشهد السياسي مستقبلاً. اعتصام جديد يطالب بحل البرلمان ليزيد في احتقان المشهد السياسي المحتقن بطبعه، حراك يلوح القائمون عليه بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم في قادم الأيام. توفيق عائشة الحرة، تونس.